فين الخوت؟ كي دايرين؟ بخير، صحة مزيان، نتمنى تكونوا بخير، طويراتكم بخير. كما تشوفوا معنا في هذا الفيديو، كيف ما عودناكم دائما الاستفادة والفائدة. المهم، هذه الخلطة هذه فيها معدنوس، فيها الطراف ديال الفلفلة الخضراء اللي كطيبوا بها، وفيها الطراف ديال الفلفلة الحارة. الفلفلة الحارة عندها دور كبير في إنتاج البيض. إخوان، الفلفلة الحارة عندها دور كبير في إنتاج البيض، من بعد التخليطة اللي هي الأساسية ديال علف البيض، علف البياضة. وعلف البياضة يا إما من الساحل، يا إما من الأنعام، يا إما من علف المغرب. المهم، علف البيضة علف مركب، والشعير وفارينة هادو كيتخلطو بثلاثة، وكتزيد عليهم حتى شوية الذرة، راها مزيانة وبزاف للدجاج. كتعطي ليك المكونات، وكتعطي الخضر بشكل أسبوعي على حساب شحال توفر عندك ديال الخضار، نجارة ديال الخضرة، داك الشي أعطيهم. وخلط لهم الفلفل الحار الحامض، أعطيه لهم، راه منفع بزاف للدجاج ديالكم. كما كتشوفو هنا، راه كنجمع هدوك الفرارج باش أول مرة هدوك الفديين كنخرجهم، كنجمعهم باش ياكلو. ها هما كتشوفو، راه كياكلو الحمد لله. المهم، هادي هي الطريقة باش كنخدم أنا مع الدجاج ديالي، الخضار الحار، الحامض، الحلبة، والتخليطة اللي قلت لكم، اللي ذكرت لكم سابقا. هكا يمشي الدجاج ديالكم دائما بخير وعلى خير. واحد النصيحة أخرى، ضروري من الفيتامين، وفيتامين اللي كنصح به أنا هو فيه فيتامين ودواء ووقاية من الأمراض، هو كولوكس الإخوان. هو باش عيشت هاد القاطع الذهبي ولا هاد الفيض اللي كتشوفو عندي، الحمد لله، راه هو اللي باش عيشو. راه كولوكس فيه واحد المنافع اللي جد جد ممتازة، كتعطيها بشكل دوري. هاد الحفنة هزيتها نعطيها للدجاج البلدي، عندي واحد ربعة دجاج بلديات، وهاد الفروج ديال البلايموتروك راني رميت عليهم لداخل باش ياكلوها. راه الفروج ضروري حتى هما نشكروهم. كما قلت لكم، راه شنو سميتو العلف وهاد التخليطات راه ممتاز للدجاج. وكولوكس الاخوان هو الدواء اللي كنعطيهم دائما انايا. وبالنسبه للناس اللي مراد لهم الدجاج بالكوريزه، راه كندير له بوماده صفراء والحامض، اما بوماده الصفراء اللي تواجدت عندك، ما كانتش كدير الحامض والملحه، راه ممتازه ليهم. هادشي اللي كاين الاخوان، وضروري يكون عندك مسيرح، واخا يكون هذا في هذيك 100 متر، يخرجوا يدوروا فيه، يطلقوا فيه برجليهم. وعندنا قدام الدار